هيا كبرى لكم جميعا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج رئيس التحرير. في هذه الحلقة سأتناول موضوع الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية، وعلى أي حال أنا سأتحدث من واقع، إذ أنني أعيش في هذا الإطار داخل هذه الصحافة، سواء كان بين طياتي وورقها بالنسبة للصحافة الورقية أو بين لوحات مفاتيحها إذا كان الأمر يتعلق بالصحافة الإلكترونية. هذه الدراسة أعدت في لندن أو نشرت في الواقع في لندن، وبالدرجة الأولى ركزت على تجربتين، تجربة صحيفتي الجارديان التي تعتبر في الواقع أهم صحيفة في بريطانيا من حيث المهنية بالطبع، لها توجهات هي تميل إلى اليسار قليلا، ولكن مهنيا تعتبر في على رأس قائمة الصحف البريطانية، وصحيفة The Sun التي يعني في فترة من الفترات كانت اعتبرت من الصحف الصفراء أي صحف الإثارة. على أي حال من بين الأشياء الأفكار التي قرأتها ضمن هذه الدراسة أنه الناشرون منذ في بريطانيا وأوروبا منذ فترة طويلة جدا عكفوا على وضع رؤى واستراتيجيات جديدة لمواجهة الثورة الرقمية، مواجهتهم سلبيا لأن الثورة الرقمية فعلا أثرت وعكست سلبا على الصحف الورقية، وفي الوقت نفسه كيف يستطيع أن يتأقلموا مع هذه الثورة الرقمية وتداعياتها. هذه التداعيات طبقا للدراسة شملت الأخلاقيات الصحافة، هي أخلاقيات المهنة بشكل عام، وفي نفس الوقت وظائف الصحفيين ودور الصحفيين وجمهور القراء وماذا حدث لهذا الجمهور ومسألة الجودة، جودة المهنية، كل هذه تناولتها هذه الدراسة وركزت على كيف واجهت كما قلت صحيفتي الجارديان وصن هذه الثورة الرقمية. إضافة إلى ذلك تناولت الاختلافات بين الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية سلبا وإيجابا. مسألة أخرى ليس فقط في هذا السياق، ولكن السياق الذي أنا أعتبره مهم جدا وهو المحتوى الكونتنت. من حيث المحتوى قدمت الدراسة يعني أشياء دقيقة ودقيقة جدا. مثلا على سبيل المثال تحدثت عن مفهوم صحافة المواطن وهي السيتيزن جورناليست، وهذه صحافة المواطن أو المواطن الصحفي وليس الصحفي المواطن، المواطن الصحفي أثارت الكثير من الجدل قبل ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. هل يمكن لأي شخص أن يكتب عن الحي الذي فيه، المدينة التي فيها، عن البلد الذي فيه، وبالتالي نطمئن لما سيقول؟ هذا المفهوم سقط في أمريكا، يعني لم يعد الأمريكيين يتابعون مسألة أو منبهرين بمسألة المواطن الصحفي، يعني عادوا إلى الصحفي المواطن يعني كمهنة. وبالتالي سنلاحظ كيف أن الصحافة الأمريكية فيما يتعلق بالثورة الرقمية وظفتها، ولكن لم تؤثر مطلقا على وضعية الصحافة الورقية. كان هناك تأثير في البداية، ولكن فيما بعد استطاعت ترجع الأمور إلى طبيعتها، وأصبح الأمريكي يقرأ مستمر في قراءة الصحافة الورقية إلى جانب الصحافة الإلكترونية، وهذا موضوع شائك وطويل ويحتاج إلى الكثير من التفاصيل. ولكن الموضوع الآن هو كيف أن التحول الرقمي بالنسبة للصحف أدى إلى تبني ممارسات جديدة من حيث إعداد التقارير، أي من حيث إعداد التقارير، من حيث إعداد المواد الصحفية. وهناك الآن بالتأكيد اختلاف كبير بين الصحافة الأخبار في الصحافة الورقية وفي الصحافة الإلكترونية، ليس في إطار السرعة ولكن في إطار البنية، بنية هذه الأخبار واختيار هذه الأخبار. إضافة إلى ذلك
تناولت الدراسة شيء في غاية الأهمية، ليس فقط الصحف التي تغيرت، ولكن بالمقابل أيضا أمزجة القراء تغيرت. يعني ليه القارئ الذي يوجد الآن لم يكن ليس هو القارئ الذي كان قبل 98 أي انتشار، أو 97 انتشار الإنترنت في كل العالم. إضافة إلى ذلك أثر الأمر على العناوين، كيف تعنون الصحف موادها، على أسلوب الكتابة. بمعنى آخر أن الصحافة أصبحت قادرة بسبب الإنترنت، بسبب الثورة الرقمية، أن تصل إلى قراء لم يكونوا ضمن القراء المعتادين، قراء خارج الحدود. يعني نحن نعرف أن الآن كثير من الصحافة الأوروبية تصل إلى كثير من أنحاء العالم، ونفس الشيء ينطبق على الصحافة الأمريكية عن طريق الويب، أي عن طريق الإنترنت. هذا يضع في اعتبار هذه الصحف بأن ترضي هذه الشرائح الحقيقة، وليست شريحة واحدة من القراء. إضافة إلى ذلك أنه استخدام بعض الأدوات على نطاق واسع، يعني الفيديو أصبح ضمن مواد الصحيفة الورقية التي تنشر على نسختها الإلكترونية. الرسومات أي الجرافيك أيضا أصبحت جزء من الأدوات التعبير لدى هذه الصحافة. إضافة إلى ذلك الصور بمستوى عالي جدا نظرا لتطور عملية التصوير، نظرا لأن التصوير الرقمي وفر كمية هائلة من الصور للاستعمال. اتجه من هذه يعني من هذه الدراسة نحو الصحافة المغربية. الآن هناك جدل بشأن الصحافة المغربية، خاصة بعد تقلصها إلى 15 يومية، أنا أتكلم على اليوميات بالدرجة الأولى وليس الأسبوعيات، 15 صحيفة يومية، بعض منها مهدد بالاندثار، هناك صحف بطبيعة الحال اندثرت. الموضوع المطروح حاليا هو موضوع الدعم، وهناك جدل كبير جدا بين الصحفيين سواء كانوا نقابة أو مجلس أو ناشرين حول موضوع الدعم، وكل طرف لديه وجهة نظر في هذا الصدد. هناك الذي يدعو إلى أن يكون الدعم مباشرة للصحف ورقية وإلكترونية، أي لإدارات هذه الصحف. الآن الأسلوب المتبع هو تسديد أو أداء رواتب الصحفيين. أنا أعتقد بأن 3 أشهر ولا 4 أشهر الأخيرة كان هناك تحويل مباشر للمحررين. بطبيعة الحال هناك من يعترض على هذا الأمر ويفضل أن يكون الدعم للصحيفة مباشرة سواء كانت ورقية أو إلكترونية. إضافة إلى ذلك هناك من يعتقد بأنه يجب أن يتحول هذا الدعم إلى صيغة أخرى، وحتى هناك مسؤولين حكوميين كما سمعت منهم يعني يخوضون في هذا الجدل مع الجسم الصحفي عموما. من بين الأفكار التي سمعتها أنه يتم التعامل مع الصحافة الورقية والإلكترونية على اعتبار أنها خدمة عامة، خدمة عمومية، كما هو شأن المستشفى أو المدرسة، أي بمعنى أن المستشفى العمومي أو المدرسة العمومية ميزانيتها وكل مصرفاتها من ألفها إلى ياءها من المال العام. فهناك من يدعو كذلك باعتبار أن الصحافة تقدم خدمة، هذه الخدمة هي نقل المعلومات والأخبار، وبالتالي تستحق أو يفترض أن يقدم لها أو تعامل كمؤسسة عمومية. ولكن أنا أقول أن المشكلة الصحافة المغربية بالدرجة الأولى، وقد يعني عندي عدد من التجارب في هذا المجال، وبالتالي أتحدث من هذا الموقع، موقع من عمل في عدد من الصحف، أنه المشكلة الأساسية هي المحتوى. بمعنى آخر يعني هناك تحدي لابد أن تخوضه الصحافة المغربية سواء كانت ورقية أو إلكترونية، وهو تطوير المحتوى بحيث تجعل توسع قاعدة القراءة. وهذا موضوع آخر، موضوع القراءة موضوع آخر لا أود أن أخوض فيه، لأنه هناك مسببات كثيرة جدا تجعل تدني القراءة هو الظاهرة السائدة. إضافة إلى ذلك لابد من التفكير في مسألة التكوين المستمر للصحفيين.
يعني لا يمكن أن تكون لديك معلومات اكتسبتها على سبيل المثال قبل 5 أو 6 سنوات وتعمل بها الآن. هذا رأيي. التكوين المستمر، الاهتمام والعناية بالمحتوى هو الذي سينقذ هذه الصحافة من الوضع التي هي عليه. شكرا لكم وشكرا على متابعتكم.